مولاي صل وسلم دائما. عيد بأي حال عدت يعيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. رغم المآسي والأحزان التي أحدثها ما يسمى الربيع العربي الذي أذبل أزهار الأمة، إلا أن نسمات مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم أنست الأمة جراحها لتلتئم من جديد. وعلى اختلاف عادات الاحتفال بالمولد، نجد ملامح الاحتفال في مصر بصنع الحلوى خصيصا لهذه المناسبة، كعروس المولد للبنات والحصان للأولاد وغيرها من المعدات كالسمسم والحمص والمكسرات. محمد سيد الكونين والثقلين. وفي تونس يستمر الاحتفال بالمولد على مدار 7 أيام تقام خلالها الأنشطة الدينية، كما تتزين الأسواق بإعداد العصيدة والزقوق. وفي المغرب يطلق على هذا الاحتفال بالمولدية، حيث تنتشر المواكب الدينية في شوارعها وتعقد مجالس العلم والتثقيف الديني وتتلى آيات القرآن الكريم. أما في ليبيا فينظم الصوفيون مسيرة احتفالية في قلب العاصمة طرابلس للاحتفال بالمولد النبوي، ويقوموا بعمل سرادقات لقراءة القرآن والإنشاد وتوزيع الحلوى. أما بالنسبة للسودان فتخصص أراض للاحتفال، أين يعدون طبق السمسمية الذي يعتبر من أشهر أنواع الحلويات لهذا اليوم. وفي سلطنة عمان ينتشر هناك فن الهوامة أو المالد، وهو عبارة عن صف يتمايلون فيه ويرددون الأناشيد أمام قائد الإنشاد. أمة تحتفل بنبيها صلى الله عليه وسلم كل عام ليكون لها قدوة في حياتها، تستمد منه الرحمة والعطف والتسامح والصدق. المولد نفحات للمحبة والتآخي والاحترام، كتبت بحروف كبار ومشاهد مسطورة، وستبقى لكل العصور والأجيال ما بقيت الحياة.